أهلا وسهلا بكل الأحبة بحلقة جديدة من برنامج أنا أؤمن. كيف لازم تكون العلاقة مع حالي لتكون علاقة صحيحة؟ وكيف لازم تكون علاقتي مع الآخرين لتكون كمان علاقة صحيحة؟ شو بيعلمني الكتاب المقدس؟ تعالوا نتعلم هالدرس من حياة القديس بولس. هو اللي كان شعاره بالحياة: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ حاول هالرسول العظيم يعيش مثل ما بده الرب يسوع المسيح بجهاد روحي جبار، حتى وصل أنه يأسس مدرسة نتعلم منها كيف نتعامل مع النفس ونتعامل مع الناس. خلونا بهالحلقة نتأمل بكم آية من رسالة بولس الرسول لأهل تسالونيكي، ونتعلم طريقة التعامل الصحيحة مع حالي ومع الناس لكون حقيقة عم أعمل إرادة إلهنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح بحياتي. القديس بولس ما كان يقول الكلمات كوعظاته بس، لا، كان عايش كل المعاني العميقة بالفعل بكل محطات حياته. رح ناخد كلام بولس الرسول كلمة كلمة ونتأمل فيهن بطريقة عملية. هيدا النص أنا أكيد لو ركزنا عليه وراجعناه كل يوم دخول السما بصير كتير سهل، لأنك فعلياً بتكون كأنك عم بتراجع موعظة الرب يسوع المسيح على الجبل، لأنه بهالنص في ملخص لأهم التعاليم المسيحية. إلهنا عنده مشيئة إلهية وإرادته نعيش نحن ولاده بشكل معين. كيف يعني؟ يعني الابتسامة دايماً موجودة، سلام بالقلب، التعامل يكون كله في خير، يكون في صبر على الناس، الموقف الحلو مع الناس، يعني التشجيع والمساندة والاحترام الكبير للأشخاص، بشكل خاص احترام للأشخاص يعني الروحيين ونقدرهم. هيدا المعنى اللي لازم المسيحي يعيش فيه. باختصار هيدي هي مشيئة إلهنا القدوس. يعني لما تسأل ربنا بلحظة صفا وتقول له شو بدك مني يا رب، بيقلك أنا بدي إياك قديس، أنت بتقله كتير صعب وبعيد عني هالموضوع، بيرجع المسيح بيشدد عليك وبيكرر نفس الكلمة وبيقلك أنا بدي إياك قديس لأني حطيت روحي فيك وعطيتك كل إمكانيات القداسة. بيقلك المسيح لي رافض تسمع صوتي، لي مستصعب تكون قديس. وأكيد حتى لو أنت شايفها صعبة، اتأكد أنه هيدي هي إرادة إلهنا ومخلصنا، ورح يضل يجرب معك بكل لحظة لتكون قديس ولآخر نفس. لما إجا الشاب الغني عند الرب يسوع المسيح وسأله شو بدي أعمل لأدخل السماء، قال له احفظ الوصايا، قال له حافظها، قال له إلهنا طيب ناقص بعد شغلة مهمة، بيع كل شيء عندك وعطيه للفقراء ورح يكون لك كنز بالسماء، وتعم شيء وراي وحمول الصليب. صعبة. أول آية
معنى من رسالة القديس بولس الرسول لأهل تسالونيكي، وراح تشوفوها قدامكم على الشاشة. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. إذا بدنا نبسط المعاني، الذين يتعبون هن اللي بيخدموا الرب بكلمته أو بيخدموا أولاده، ويدبرونكم هن أباء الكنيسة، والذين ينذرونكم هن اللي عندهم المسؤوليات. يا ريت كل مؤمن بالكنيسة لما يلتقي بأشخاص بمجال الخدمة أو المحبة أو المسؤولية تكون حقيقة مقدر تعبه شخصه، لأنه هودي اللي تعبوا عليك بالمدرسة وبالرعية وبكتير مطارح، وكان إلهم فضل عليك تتنمى روحيا. يمكن أي واحد منهم قال لك بمرة كلمة روحية غيرت بحياتك كتير إشياء. لهيك القديس بولس قال: نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين. أن تعرفوا يعني المعرفة، يعني هون التقدير، تقدروهن وتحترموهن. المسيح المزبوط اللي عنده بعد روحي حقيقي بتلاقوه بيقدر الكهنة وبيحترمهم، مش بيحكي عليهم وبيشترك انه ينزع صيتهم او يلزق فيهم تهم باطلة، وبيحترم اي شخص عنده تعب روحي بالكنيسة او بالمجتمع. لازم ننظر لهالاشخاص بتقدير ونفهم انه كان لهم دور بأبديتي. ياما هالاشخاص خلصوا ناس من ضياع ومن الخطية ومن الهلاك، يا ما إلهم فضل بتغيير حياة عائلات بأكملها. عم بينبهنا القديس بولس على ضرورة التعامل باحترام، خصوصي الأشخاص اللي عم يتعبوا بالكنيسة، علمانيين أو كهنة. للأسف عدو الخير بيدخل بعقول بعض الناس وبيغير بفكرهم أجمل ما خلق الرب فيهم. وما دام ما نساند بعض ونحترم بعض بتصير حياتنا عكس هيك كلياً. هيدا اللي عم يشتم التاني، وهيدا اللي عم يحكي على التاني، وهيدا اللي عم يحتقر التاني ويلصق فيه أبشع التهم كأنه هو قديس، وخصوصي على الكهنة. ومنصير كلنا عم نشوف عيوب بعض، وتصير حقيقة حياتنا عكس إرادة المسيح تماما. كيف إبليس خلينا نصير عميان وما نشوف انه كل واحد فينا عنده دور بخلاص التاني؟ شوفوا أهمية كلام القديس بولس قبل ما يقول لك صلي او اشكر او اي شيء تاني. عم بيقول لك احترم وقدر الناس اللي حواليك، وخصوصي اللي علمك اي شيء بالحياة الروحية، اللي قربك بيوم من المسيح لو خطوة، اللي ساعدك لو بكلمة تشوف السما بطريقة أوضح. شو حلو نحترم بعض ونشجع بعض بكلام فيه محبة وتقدير. لكن للأسف أهم وصية طلبها منا المسيح، إبليس بيعمل كل المستحيل لنكسر كلنا وصايا إلهنا، ونتعود شوي شوي وكل يوم شوي على كسر وصية ورا التاني. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يزيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام
لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. القديس بولس بهالنص شدد على احترام وتقدير الأشخاص اللي عندها دور تعطي إنذار لغيرها. الإنذار يعني أنت بتنبه الشخص على شغلي غلط، شغلي ممكن تأذي حياته. لهيك بيقول بولس الرسول: ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. خليني بلش هلأ وأقول أنذروا الذين بلا ترتيب. بالحياة الروحية شو هو الإنذار؟ إنك تكون خايف على حدا شايفه عم يتدهور أو بطريق معين رح يتدهور فيها. شخص تنبهه إنه يتراجع عن خطية معينة، خطية الكذب أو الزنا، تفرجيه أهمية يكون عايش بالخطية والخسارة اللي رح يخسرها بعلاقته مع السماء. أهم شيء لما تلاقي شخص لا بيصلي بانتظام ولا علاقته بالكنيسة منظمة ولا عنده مرشد ولا مرجع، حياته الروحية شبه معدومة، مستهتر بكل شيء، ولا مهتم يتناول، ولا فرقاني معه الكتاب المقدس، ولا حتى فارق معه يتوب، القديس بولس عم بيقلك نبهه، اعطيه انذار، وعيه على الخطر اللي ناطره. الانذار أكيد بيكون بقلب بي خايف على أولاده أنه يهلكوا. بيكمل وبقول القديس بولس بنفس الآية اللي قريناها قبل: شجعوا صغار النفوس. علاقتك مع الآخرين مش بس لازم تكون إنذار وتنبيه، لا، لازم دايما يكون عندنا فكر وثقافة نشجع الناس اللي حوالينا. صغار النفوس يعني الشخص اللي شايف حاله إنه فاشل ومش نافع لأي شيء. مثلا لو كنت عم تدعي شخص ليبشر او ليخدم او اي شيء بحق للرب، كتار رح يقولوا لك ما منعرف او مش رح ننفع بهيدا الموضوع. هون بيجي دور كلمة التشجيع. بالاصل كلنا ما كنا نافعين، لكن نعمة الرب هي اللي بتشتغل بالشخص. انت لما تشجع انسان مقابلك بتكون عم تربح شخص لربنا وعم تكسب شخص للخدمة أو للتبشير، ورح تضم للكنيسة مؤمن جديد حقيقي. والأهم، الأهم إنك رح تفرح ربنا بعملك الحلو. ولو أنت شخص ما بتعرف تشجع الناس اللي حواليك بتكون ما عم تعمل إرادة ربنا. بتلاقي مثلا شخص بيقلك أنا ما بحب الغلط، صح؟ ولا المسيح بحب الغلط، ولا حدا بحب الغلط. بس كمان لما تلاقي شيء حلو أو تصرف صح من شخص معين ما بيمنع تقول كلمة تشجيع، ما بيمنع تعلق تعليق في محبة، أو بس مطلوب مني أنا كمؤمن مسيحي أحكي وأعطي تعليق بس سلبي بالأغلاط. كلنا يا أحبائي محتاجين إنه نشجع بعضنا بالحياة، وخصوصي بالعمل الروحي الكنسي. قد ما كبرنا وقد ما كبرت مسؤولياتنا ومراكزنا، كلنا منفرح بالتشجيع وبالمحبة.
لأنه كلنا ممكن نكون محبطين بظروفنا أو بتجارب معينة أو بمشكلة. لهيك التشجيع ضروري بالفكر المسيحي الصح تجاه بعضنا البعض. زلزل أسوار سجن العتيق ما يعطي لنفسي سلاما عتيق ويسكب زيتا وماء وخمرا يضمد جرحي إلى أن يطير. رأيته ينزل فوق الصليب ويرفض روحي من ودمه كنفعا شفاء وحبا حياة وبركة لمن يريد. فكيف أظن لا يستهيد تالت وصية حكى عنها بولس الرسول، وأكيد بعدنا بنفس الآية، اسندوا الضعفاء. في ناس حوالينا كتير ضعيفة بإرادتها، ما بيمشي معها الإنذار ولا بيفيدها، لأنه بكل بساطة بيكون هالشخص مش قادر أصلا يتحرك. ولو ضليت تقله ألف مرة غلط غلط صلح ما رح ينفع، هو أصلا مش قادر يقوم من مطرح ما هو. حتى التشجيع مرات وما رح ينفع. لهيك لازم تمد إيدك وتمسك بإيد هالشخص وتسانده تيحاول يمشي معك. هالإنسان بيكون بحاجة لأكتر من التشجيع بشوي، بحاجة للمساندة. إجمالاً الأكثر هو أنه بحاجة يمكن لزيارة منك أنت، جهد أكثر، تشجعه بطريقة مضاعفة، مشاركة، تنبه الشخص للإشياء الحلوة اللي بحياته على حسب حالة الشخص، إذا عنده اكتئاب أو لا. نحن مرات منوعظ الناس، منوعظ أشخاص مش متحملة حدا أصلاً أنه يوعظها أو يقلها كلمة، ناطرة بس مين يسمعها أو يحن عليها أو يحط إيده معها. أيوب لما كان بعز تجربته، أحلى أسبوع قطع فيه وريحه لما كانوا أصحابه حده وعم يبكوا معه وعم يشاركوه من دون لا وعظ ولا كلام. أول ما بلشوا يحكوا زادوا عليه تقل التجربة والوجع، وصار مش قادر يتحمل وجودهم حتى لساعات قليلة. وآخر وصية بنفس الآية اللي رح نرجع هلأ نشوفها على الشاشة، بيقول القديس بولس تأنوا على الجميع. هيدي كملت الآية، يعني عم بيقول لك طول بالك على الناس، طول بالك. كلنا مستعجلين على بعضنا، ما حدا قبلين يفهم حالة التاني. ما ربنا مطول باله علينا 40 و50 و60 سنة لنتغير. معقول نحن مش قادرين نطول بالنا على حدا قريب منا أو بيشتغل معنا أو ضعيف وبحاجة إلنا؟ يمكن يغلط معك ونحن يا مغلطنا، يمكن تكون نبهته كذا مرة ورجع غلط. وين المشكلة؟ ليه بدي استعجل أحكم الناس إعدام أو أجرح؟ يا ما نحن منعيد الغلط مع ربنا مئات المرات بحياتنا. لازم نطول بالنا قبل ما نوصل للعقاب القاسي. يمكن لازم نغير أسلوبنا أو طريقتنا مع الشخص، بس نتأنى.
ياما مشاكل أخذت سنين وانحلت رجعت، ياما ناس حكموا عليهم أشخاص وقالوا ما قالهم حل ومش ممكن يتغيروا، ونتفاجأ أنه ربنا يتدخل ويغير الشخص ويخلقه من جديد. وفي منهم صاروا أبطال بالكنيسة وأغنوا بكلامهم وكتاباتهم كل الأجيال اللي قطعت لحديد يومنا هيدا. وبيكمل القديس بولس برسالته ليعلمنا كيف لازم نتعامل مع حالنا ومع الناس اللي حوالينا، وبيقول: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. بالأول كان القديس بولس عم بيقول قدروا الناس اللي حطها الرب بحياتكم، كهنة أو خدام أو مبشرين أو حتى صديق روحي، قدروهم احترموهم، هودي نعمة ما دام ما تلتهي تفتش على عيوبهم وضعفاتهم. لازم تشكر ربنا أنه بعت لك ناس يدفشوك ولو دفشي صغيرة على السماء، ولو هالناس مش كاملين. ورجع علمنا القديس بولس كيف لازم نتعاطى مع الناس، ووصل يحكي عن الناس اللي بتكون متعبة بحياتنا، بيضايقونا، بيخلوا حياتنا مرات كتير صعبة ومزعجة. القديس بولس قسم الناس كذا قسم، قال في ناس بلا ترتيب وناس ضعيفة وناس عندها صغر نفس، ووصل يعلمنا كيف نتصرف مع أشخاص متعبين نتلاقى فيهم بحياتنا موجودين. قال لك اوعى ترد الشر بالشر، ولكل فئة حطلها وصية. لو هالشخص قال لك كلمة سيئة ما ترد بكلمة مثله، صعبة، يمكن البعض منكم يلاقيها صعبة ومش منطقية. جوابي للكل انه هيدي لغة السماء وهيدا فكر المسيح واسلوبه. حتى لو اساء لك وعايز خدمة منك، بيطلب منك المسيح ما تمنع هالخدمة عنه. منطق الهنا صعب، غير منطق العالم، غير فكر العالم. مع المسيح ما عندك الا الكلمة الحلوة والا البركة والخدمة والاحسان والصلاة، ولو ما عجبك. افرحوا كل حين. هالوصية وهالكلمة اللي حقلنا إياها المسيح كتير مش مرتبطة بظروف. الفرح الداخلي مرتبط بعلاقتك بالمسيح إلهنا ومخلصنا. نحن محتاجين لنقدر نرضي إلهنا إنه نتمسك بالفرح. ممنوع المسيح يستسلم للحزن وللاكتئاب واليأس، ممنوع. الفرح شو مفتاحه؟ مفتاحه إيمانك وثقتك بالمسيح وخدمتك بالكنيسة أو بأي عمل تبشيري أو في خدمة، أو بوجودك حد إنسان تعبان، إنسان حزين، مكسور، مظلوم، أو حتى بآية بتقريها من قلبك بالكتاب المقدس. كمان القديس بولس بيكمل وبيقول: صلوا بلا انقطاع. إذن إرادة ربنا إنك تصلي وبتركيز، إنك دايما لو شو ما كنت عم تعمل تحكي ربنا، تدخله بحياتك وين ما كنت، كأنك شايفه قدامك، كأنه مرافقك حدك. كل ما اشتغلت على حالك وزدت كمية الصلاة، كل ما حسيت حياتك عم تزبط كل يوم أكتر، وعم تفهم أسرار كل يوم أكتر.
الخلاصة هي هيك، قلة الصلاة هي بعد عن المسيح وعن إرادته، وزيادة الصلاة هي قرب من ربنا ومن إرادته. والصلاة بدها نظام، والكنيسة كأم بتعلمنا كيف نصلي وشو نصلي. مش تصلي لطلباتك، بدك تصلي كمان من أجل الناس، من أجل الأشخاص التعبانة، لكل شخص بتقابله عنده أزمة بحياته أو قاطع بتجربة تدعيله، تدعيله بكلمة حلوة من قلبك قدام الرب يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، إله كل المجد. وبيكمل القديس بولس برسالته لأهل تسالونيكي وبيقول: أشكر في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. وهي وصية للشكر، الرب بده إياك تكون فرحان وبتصلي وبتعرف تشكر. أي موقف كان صغير أو كبير بيصير معك، قول بسرك بشكرك يا رب. شو ما تعمل، بس تخلص أي عمل، أي صلاة، أي حديث، قول بشكرك يا رب. وصلت مشوار معين أو قبلت شخص معين، قول بشكرك يا رب. حتى لما تقطع بمشكلة أو بأزمة أو بتجربة، كمان قول للمسيح بشكرك يا رب. كل شيء بيسمح فيه ربنا لحياتنا على الأكيد في خير لألي، حتى لو أنا ما شفت وحتى لو ما فهمت. شكر الإنسان قدام الرب مهم كتير وأساسي. نيالي اللي بيعرف يشكر بكل دقيقة، شكرك بيعطيها قيمة. أحبائي، اللي بيضيع الفرح والصلاة والشكر هو إنك تكون مركز على اللي قطع معك بالماضي، وإنك تقلق على بكرة كأنك متروك بهالدنيا. المفروض كمسيحي حقيقي إنك تنسى مبارح وتنسى بكرة، لأنه كله بإيد الضابط الكل. الماضي والمستقبل كله بإيد المسيح، بكل بساطة لأنه إلهنا ومخلصنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. حاول ما تفكر كتير لورا وشو صار معك من تجارب أو إشياء بتزعلك أو بتجرحك أو ضايقتك. ما تفكر كتير لقدام، ركز إنك بهاللحظة، باللحظة اللي أنت موجود فيها، إنك تشكر وتفرح وتصلي وتحب الناس اللي حواليك، وهيدا رح يكون إنجاز بحياتك الروحية. كون أكيد وما تشك إنه الوجع خير، وتأخير أي طلب أي شي بدك إياه كمان خير إلك، حتى التجربة اللي عم تقطع فيها خير لحياتك. كله مع إلهنا خير. لازم تشتغل على حالك بالإيمان والثقة وتقتنع. إذا ما اقتنعت عندك مشكلة بحياتك الروحية. لما يجي وجع ما تشك إنه في إلا الخير وراه. وكل شيء قد ما كان صعب من إيد ربنا أكيد خير وبيسامح منه. والايام ياما اثبتت هالكلام اللي عم قلكن اياه، ان كان بخبرتي الشخصيه المتواضعه او بحياه اشخاص كتار قبلتن وتابعتن. هيدا الكلام يا احبائي مش نظري، حتى انت اللي عم تسمعني لو رجعت بعمق وتركيز للحظات مهمه بحياتك رح تكتشف انه هالكلام حقيقه ومش نظري. المشكله انه اغلبنا عنيدين ومش قبلانين نرجع أطفال، وبقلبنا يكون عندنا نقاوة
بتفكيرنا بأسلوبنا وبروحنا. خلاصة اللي قلناه، مشيئة الرب هي سلامة علاقتك بالناس. مشيئة المسيح أنك تتعلم وتشتغل على حالك تتصير تعرف تتعامل مع كل الناس. تطلب هالنعمة من الرب يسوع المسيح، تاخد الموضوع بجدية. بحياتك كل يوم بتقابل كل أنواع الناس اللي حكينا عنها، بتقابل الروحاني اللي بيعلمك وبيغيرك وبتستفيد منه أكيد إذا بدك، وبتقابل كمان الإنسان الشرير المأذي، وبتقابل كمان المستهتر، وكمان صغير الناس صغير النفس والضعيف. وكل أنواع، كل ما طلبت من الرب نعمة وحكمة لتعرف تنفذ مشيئته بحياتك، كل ما حقيقة عرفت تعيش مسيحيتك بطريقة صح وما ضيعت الوقت على الفاضي بلا طعمة، وما خسرت أيام عمرك حتى مع حالك أنت ومع نفسك. ما بدك تنسى الثلاثي اللي حكينا عنه، افرحوا صلوا اشكروا كل الوقت. هيدي إرادة ربنا بحياتك، وإذا قطعت بغير هودي اتأكد أنك بعدت عن مشيئة إلهنا لخلاصك وحياتك. أحبائي، كخلاصة، سلامة العلاقة بنفسك، يعني إذا علاقتك صح مع الناس وعلاقتك صح مع حالك، هودي أكيد بدهن جهاد روحي ونعمة، أكيد مش سهلين، بس هودي إذا زبطوا هودي مشيئة إلهنا وإنك ماشي على الطريق الصح. وساعتها رح تكتشف إنه علاقتك مع ربنا اتغيرت عن قبل، رح تحس بوجود الرب يسوع المسيح غير قبل، ورح تحس ببركات بحياتك غير قبل. وحتى لو حصل أخطاء على الطريق، شو المشكلة؟ شو ما كانوا هالأخطاء، ما أسهل تتصلح بالتوبة وبالندم وتوعد الرب إنك تجاهد أكتر وأكتر. الرب يبارك الكل ويفرح قلب الكل. وإلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أنا أؤمن. تضلوا بخير وبنعمة وببركة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، أمين.